نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عرضا بيانيا سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لإعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها تطبيقا للقانون رقم 80 لسنة 2016. وجاء في العرض البياني أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسة لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية. جاء توزيعها على النحو التالي: 851 كنيسة و561 مبنى.